هنا كمان في التقسيم او الجديد للامراض النفسيه في المانيوال بتاع الدي اس ام 5 او التقسيم الامريكي يعني او حتى نظام الصحه العالميه بداوا يحطوا كل الحاجات اللي كانت بتسمى توحد حطوها في حاجه واحده بس اللي اسمها طيف التوحد. يعني مثلا حاجه زي الاسبرجر كان بتحط زمان في تقسيمات لوحدها دلوقتي دمجوها مع التشخيص. برضو كان في متلازمه ترات اللي هي بتصيب البنات فبرضو حطوها معاهم، وحاجات تانية اللي هي الأربع خمس حاجات حطوهم في طيف التوحد. ده التبسيط يعني. عايزين نبقى في حجم المشكلة، يعني احنا بنتكلم في مشكلة هل هي حجمها كبير ولا حجمها قليل. في الولايات المتحدة الأمريكية الإحصاءات، طبعا في مصر ما لقيتش إحصاءات واضحة قوي يعني في حسب معلوماتي، لكن في الولايات المتحدة الأمريكية وفي التكست بوك بتاعتنا اللي بنذاكر منها المراجع اللي بنذاكر منها ان في ما بين كل 68 ولادة بيوجد واحد عنده التوحد. فاذا الانتشار عالي جدا ونسب بتزيد على فكره، وصلت يعني في ريسيرش تاني وصلت لواحد لكل 62 ولاده يبقى في واحد عنده توحد، فالنسبه بتزيد. فطبعا شك ان يكون في حاجه مش بس كامل عن موضوع الاسباب، فقال مش بس الجينات، ده اكيد في حاجه في الجو، في حاجه في التلوث، في حاجه فيروسات، حاجه كده يعني. فالنسبه 1.5 يعني نتكلم في مصر على حجم المشكله تقريبا 1.5 مليون طفل او مراهق عندهم التوحد. التوحد بيستمر شويه مع الاشخاص يعني. 30% عشان نكون واضحين في الكلام بتاعنا، لما مشخص توحد 30% منهم على فكره بيكونوا طبيعيين جدا وذكائهم اعلى من السريع، فكويس ان في نسبه هتكمل معانا من الجامعه وهتكمل معانا بنظره تفاؤليه ونظره واقعيه علميه. هيكملوا معانا ان شاء الله في الجامعه وهيتجوزوا وهيبقى كويسين. في 30% في 70% شويه منهم بقى عندهم ذكاء اقل من المعدل الطبيعي، ودول بيحتاجوا طبعا برامج تاهيليه وبرامج تعليميه وعلاج سلوكي وعلاج دوائي ايضا. فده الحجم المشكله بتاعتنا عرفناها، عرفنا تعريف طفل التوحد اللي هو ايه. احنا ازاي بنشخص توحد؟ يعني الطفل دلوقتي ما بيتكلمش، هل ده عنده توحد؟ الاجابه لا. عنده 3 سنين ما بيتكلمش. لان عشان نشخص توحد لازم يكون